مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأسبوع القادم، لكن نتوقع أن تكون الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة مع فرصة لسقوط زخات رعدية في المناطق الجنوبية وخاصة الجنوبية الغربية من المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. والأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد، يوم الأحد أجواء حارة في المناطق الشمالية الغربية 39-26، المناطق الغربية معدل عظمى 37 والصغرى 22، المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من المطر 28 العظمى والصغرى 18، الرياض والمنطقة الوسطى معدل عظمى 45 ومعدل الصغرى 35، المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة 41-28، والمنطقة الشرقية والدمام 44 إلى 44 درجة مع ظهور بعض السحب. يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء الحارة، المناطق الشمالية الغربية العظمى المتوقع 40 والصغرى 27، المناطق الغربية معدل العظمى 37 والصغرى 34، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا معدل العظمى 27 ومعدل الصغرى 18، المنطقة الرياض أجواء غائمة وحارة والعظمى المتوقعة 45 والصغرى 34، المناطق الشمالية الشرقية 41-28 ومنطقة الدمام 43 إلى 33 درجة مئوي. يوم الثلاثاء أيضا استمرار الأجواء الحارة، المناطق الشمالية الغربية 39 الحرارة العظمى والصغرى 27، المعدل الحرارة العظمى في المناطق الغربية 38 ومعدل الصغرى 34، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا العظمى 27 والصغرى 18، الرياض أجواء حارة وظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة والعظمى المتوقعة 43 والصغرى 34، المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة 42-29 ومنطقة الدمام والمنطقة الشرقية 43 إلى 33 درجة مئوية. يوم الأربعاء أيضا استمرار الأجواء الحارة، المناطق الشمالية الغربية 39-26، المناطق الغربية معدل العظمى 39 والصغرى 33، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر 27-18، منطقة الرياض والوسطى الغائمة جزئيا والعظمى المتوقعة 43-32، المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة 43-29 ومنطقة الدمام والمنطقة الشرقية معدل العظمى 39 والصغرى 32 درجة مئوية. يوم الأربعاء اليوم الخميس أيضا استمرار الأجواء الحارة، المعدل العظمى في المناطق الشمالية الغربية 39 إلى 28، المناطق الغربية أجواء حارة معدل العظمى 39 والصغرى 33، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 28-18، منطقة الرياض أجواء غائمة جزئيا وحارة العظمى المتوقعة 42 والصغرى 32، المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة 43-30 ومنطقة الشرقية ومنطقة الدمام أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا العظمى 38 والصغرى 32 درجة مئوية. يوم الجمعة بإذن الله استمرار الأجواء الحارة في المناطق الشمالية الغربية أجواء حارة العظمى المتوقعة 40 والصغرى 29، معدل درجة الحرارة العظمى في المناطق الغربية 39 والصغرى 33، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية أحيانا من المطر والعظمى المتوقعة 25-18، الرياض أجواء غائمة جزئيا والعظمى المتوقعة 39 والصغرى 31، المناطق الشمالية الغربية المناطق الشمالية
الشرقية أجواء حارة، والعظمى المتوقعة 44 والصغرى 33 درجة. أما منطقة الدمام والمنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، العظمى المتوقعة 38.